يسعد لي مساكن يا عسولاتي، خلي لي قلبكم شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اشتقت لكم كتير، صار لي تقريبا يومين ما بنزل فيديوهات. اليوم نزلت لكم فيديو شغل، يلا اكيد اشتقت لورداتي. تابعوا الفيديو ان شاء الله يعجبكم، وخلي لي قلبكم. لا تنسوني باللايك والتعليق الحلو، وحطوا حالكم للحزورة. هلا هون هذا قالب الوردة، عنا العرض 6، وقت بنفتحها بتصير 12، والطول كتير قلبة كتير سهل يا صبايا. هذا والطول 13.5، وعنا القالب الثاني شوفوا عرضه 5 وطوله 11. تابعوا الفيديو ان شاء الله يا رب يا صبايا يعجبكم، خلي لي قلبكم. ما راح احكي كتير انا، تابعوا الفيديو مشان تنتبهوا على الشغل، ولا تنسونيها باللايك والتعليق الحلو، خلي لي قلبكم. انا كنت وعدتكم على اساس انزل مشترياتي للعيد وهيك، بس في صبايا كتير عم بطلبوا مني موديل وردة يعني جديد مشان يساووا على العيد. يلا ان شاء الله بكره راح انزلكم فيديو مشترياتي للعيد وتطبيقاتي وشغلاتي، خلي لي قلبكم. هلأ هوني أنا رسمتهم يا صبايا، بدنا من أول قياس 6 قطع ومن تاني قياس 6 قطع، هيك رسمتهم أنا. وبدي أقص لون أسود ولون ذهبي، يعني 6 ذهبي 6 أسود، 6 ذهبي 6 أسود، ومشان أطبقهم على بعض. شوفوا شلون الطريقة بحطهم، وعن جد صبايا كتير حلو هذا الموديل، جربوه كتير كتير حلو، يعني كتير أكابر. خلي لي
وهلا هوني هيك سويت قلب الوردة، كتير موديل حلو. هيك رسمت هاي الرسمة، انتو الرسمة اللي بدكم اياها بترسموها، انا رسمت هيك ورقة شجرة ودائرة، كتير هيك عطت موديل حلو للوردة. جربوها كتير كتير حلوة عن جد يا صبايا، كتبولي رأيكم بالتعليقات شلون طلعت. انا يعني كتير كتير عجبتني هاي الوردة. وهلا هيك تقريبا راح اخلص الوردة، وعن جد يا صبايا طلعت بتجنن. كتبولي رأيكم بالتعليقات ولا تنسوا تشيرولي الفيديو، خلي لي روحكم على الواتساب عند رفقاتكم. والتحزورة يا صبايا التحزورة، الوردة كم ورقة كفتني؟ كتبولي بالتعليقات، ودي اسحب القرعة على البث المباشر الساعة 11. بشوفكم على خير بالفيديوهات اللي جاي، وبحبكم كتير كتير كتير.